من كندا على لبنان وصل موقع يلا دوت توداي لمحاكاه ارض الواقع للانماء البلدي اللي هي السلطه المحليه بلبنان يلي بالاونه الاخيره بينت عن ظاهره فعلا ما تعودها اللبناني. ومن ابرز هالبلديات هي بلديه الدكواني اللي مستضيفتنا اليوم برئاسه المحامي انطوان شفطوره، يلي تميزت هالبلديه ومجلس البلدي واكيد رئيس البلديه بكل الانجازات على الصعيد الاداري والانمائي لمدينه الدكواني، يلي يكاد ما بمر نهار الا ما بتبين رئيس على الاخبار او بالصحف. رح ادخل على سؤالي الاول واسال ليش انطوان شفطوره وشو سر نجاحه؟ اول شيء ليش انطوان شفطوره، رح احكي بكل صراحه وصراحه متناهيه مثل ما بيقولوا. الله يرحم جدي كان رئيس بلديه، الله يرحم الوالد كمان كان رئيس بلديه، يعني الشغله متوارثه، مع انه انا ضد الوراثه السياسيه، بس اذا كان الشخص الوريث السياسي اخذ ثقته من الشعب والمواطن والناخب، رجع كان اهل له الثقه، يعني نجح انا مع هون الوراثه السياسيه، انما اذا ما اضاف شيء لجده اما اللي سبقوه من اهله ولبيه، يعني ضل على نفس الريتم هو هون، انا بعتبره فاشل. نحن الحمد لله عم بحكي كبلديه وكشخصيا كأنطوان ابن أنطوان شفطوره، اضفنا على اسم بينا واضفنا على الديكواني واضفنا الديكواني على الخارطه اللبنانيه اللي كانت مرقت فتره من الفترات منا متواجده، غيرنا الايماج تبع هالمنطقه اللي كانت معروفه انه بطل الزعتر من 69 ل 75 حرب الاهليه لحين سقوط طل الزعتر ب 12 اب 76، مما يعني انه الشغف بالعمل الاجتماعي والانسانيه، لان انه سياسي بلا انسانيه ما بيمشي الحال، بدك تكون انساني بعدين بدك تكون سياسي، اذا كنت سياسي من دون انسانيتك تطلع مره بس بعدين بدك تنكشف مع الوقت، ما حدا الا ما بينكشف خاصه بالعمل السياسي والاجتماعي. مشان هيك انه كانت مرحلة 5 سنين وشهرين مرحلة صعبة كتير، انه فيك تقول 5 سنين ضربهم باثنين، اشتغلنا بهالضعف وكتر خير الله بعتبر انه نجحت بلدية الديكواني ونجح رئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي بالتعاون مع نائب الرئيس واعضاء البلدية والمخاتير والفعاليات والاحزاب، بالتحديد بشد الاحزاب لان بطلت في احزاب عنا، بما معناه انمائيا وبلديا ما حدا بيحكي احزاب، الانتخابات النيابيه كل واحد عدينه الله يعينه، بس هون عنا كبلديه ما في احزاب، نخدم بعض، نعتبر نحن الديكواني هي حزبنا لا اكثر ولا اقل. بتقدر تعدد لنا الانجازات اللي صرت محققها لليوم بالبلديه رئيس؟ المجلس البلدي وصلاحيته وصلاحيه رئيس السلطه التنفيذيه اللي هو رئيس البلديه، وقت تكون محامي تكون محامي الى نوعا ما يعني حد ما شاطر، بتعرف تقرا قانون، بتعرف شو صلاحيتك شو صلاحيه المجلس البلدي، بتعرف شو بتقدر تعمل. وانا بقدر اقول لك اقرا قانون البلديات والتحديد المادي 74 من قانون البلديات، بتعرف شو صلاحيات رئيس السلطه التنفيذيه اللي هو رئيس البلديه شامله مطلقه. عم يحكوا عن المركزيه الاداريه الموسعه، هي موجوده بالنص بس ما حدا عم بيعرف يطبقها، ما حدا عم بيعرف يقراها مزبوط، عم بياخذوا عم بيروحوا على العرف ما عم بيروحوا يطبقوا النص القانوني، بيقول لك العرف اقوى من القانون، لا مش مزبوط، القانون اقوى من العرف، ما في شيء اقوى من القانون، هيدا قانون، قانون عمل ل قانون عام عمل للبلديات، الماده بتقول هيك بتنفذها هيك. من الطبيعي اكيد انه الواحد يكون عنده اخلاق، هذا صارت استثناء بلبنان، ويكون عنده إنسانية. أنا بلشت بالبشر قبل الحجر، فيك تقول بلشنا مع بعضهم باراليل اثنين مع بعضهم، يعني ما في سنة إلا ما وقفت حد المحتاج المعوز الفقير وفقير فقير العقل، بس كمان إنه نحن كلنا فقراء بالجيبة، وهذا الشيء معروف عن أنطوان شفطوره، بس الحمد لله أغني على العقل بكل تواضع. وقفتنا حد المواطن مش الناخب، المقيم
يعني عندك 105,000 نسمة. الناخب المقيم 1500. طب أنا عم اشتغل 1500، باقي ما تبقى الناخبين برا تدي يكون قاعدين، لا عم اشتغل أنا لل 105,000، وبدك تكون إنسانة، برجع بكررها لعدة مرات. أهم شغلات أنا بالنسبة لي عملتها إنه ساعدت بالمدارس. في شخصين كانوا على شفير الموت، زرعت لهم كلوة، كل واحد كلوة، هيدا على نفقة البلدية. حطينا فلترات مي للمدارس. قمنا بأمور كتير صحية وعمليات، من مي زرقاء، زرع قرنية. هودي يعني المواطن شو بده أكتر من هيك؟ يعني المطلوب إنه الصحة ويكون هو منيح، أنا هودي أكتر شيء بتطلع عليه، إضافة للحفاظ على الأخلاق والأداب العامة. الحفاظ على الممتلكات والدفاع عنها. صار عدة إشكالات بمنطقة الديكوانة، بده يجوا على مبنى معين إنه يهدموا أما يعملوا أعمال شغب، لا هيدي من صلاحيتي. صار في قهاوي قمار، طبيعي إنه منا أولاد تنعرف إنه ما فيها مخدرات، لا أنا بقول دائما وضل بكرر إنه شو في أخطاء بمنطقة الديكوانة أنا فت عليها. سكننا 6 قهاوي قمار فيهم مخدرات، فتنا على الانترنت، حكينا عن المخدرات بقلب الانترنت واللي هلا صار عم بيحكوا فيها، وحكينا عن المخدرات بقلب البوكر ماشين، انه ما بيقدر الواحد يسهر من 8 بالليل ل 8 على بكره الا ما يكون في مخدرات. وعلقنا مع نص الدوله تقريبا مشان هالمواضيع، انه شو دخلك كرئيس بلديه؟ ما هو رئيس البلديه والمعنى بالموضوع. طلع انه مزبوط، بتعرف انه حديثه 100%، إضافة إلى الإنماء والتنمية. هيدا من الطبيعي إنه نحن نشتغل، نزفت، مجرير، مياه، نعمل البنى التحتية، نعمل كل شيء اسمه الماء، إضافة إلى التشجير، إلى الصحة، فتنا بكل هالأمور، إضافة إلى ندوات وندوات وندوات ثقافية، موسيقية، ترفيهية، اللي بدك إياه ممكن تحكي عنه صار بمنطقة الديكوانة. رح فرجيك كنت كارت صغير حضرتك قلت لك عنه من فترة، انه ب3 تموز 2015 عندنا ندوة بزحلة، حول اللامركزية الكهربائية حلم تحقق مع الأستاذ أسعد نكد. راح يكون هو برعاية سيدة المطران زحلة والفرزل للروم الملكيين، سيدة المطران عصام يوحنا درويش، وبالتعاون مع بلدية ديكوانة وفوتونات الأولى. طيب هيدا الموضوع اللي صار اشكاليات كتيرة كبيرة عليه، وصاروا مشكلة مع اسعد نكد واوصول على موتوراته وعلى الشركة، لان في امتياز بزحلة طول عمره ما في شركة كهرباء مثل ما كان قبل، في امتيازات بعدة مناطق. انا عم جرب اعمل مثل اسعد نكد بس بغير طريقة، طريقة تقنية مختلفة. انا عارف فيت على مشاكل، فيت على حروب، فيت على اشكاليات انا سياسيين، انا نواب، انا وزراء، بس اذا تاخذوا مصلحة المواطن أكيد أنا راح أعملها. أنا تعرضت لعدة حوادث من أقواس، من أقواس على المكتب، من أقواس علي، من تعرض على البيت، من حرق سيارة، من تهديد بالقتل، من تعرض علي بالطيارة باليونان، من تعرض علي كمان جربوا بس الحمد لله ما حدا قدر لحد هلا، كتر خير الله موت ربنا، وحتى بمطار بيروت. هودي كلهم ما شكل ورادي عندي إنه أنا أوقف وكتف ايدي انه ضلنات، اضافة الى اغراءات المادية، لان كل شغلة بتعملها اول شيء ببلشوا باغراءات مادية. هون بيعرفوا كمان انه بلدية الديكوانة وبالتحديد شخص انطوان شاكتورة غير معني بهالموضوع. خالف ما عندي مشكلة، بس انه اداب وعائلة واخلاق وقلة اخلاق وتعدي على رئيس البلدية وعلى كرسي ومقام رئيسة البلدية، اللي يمكن بقولوا شو عم بيحكي، بس هالكرسي مقام رئاسة البلدية بالنسبة لي أهم من عدة مناصب بالدولة اللبنانية. نحن يعني بين المواطن والوزير والنائب ورئيس الجمهورية، نحن الوسيط بين هالاثنين، بين الشعب الفقير وبين الطبقة السياسية. وهيدي شغلة مهمة كتير جدا. بتطلع بلاد برا، بتعرف بكندا
عم بعطيك الكات، قلت لي عندي تحفظ حضرتك على موقعك بالكلام، موقعك تالت انه انت منتخب من الشعب صحيح، بس انا تارك الكلمة الاخيرة لإلي لان انا بده يكون خطابي ناري، تارك الخطاب لسيدة المطران ولسيدة اسعد نكد، بس انا خطابي رح يكون خطابي ناري مثل ما اكون بكون دايما خطاب ناري. يعني معك حق بروتوكوليا، المنتخب هو الكلمة الأولى لإله، خاصة وقت تكون بمنطقته، ورغم إنه كنا بزحلة، إني منو منتخبي من الشعب، أنا منتخب من الشعب، ودائما أنا بقول إنه رئيس البلدية هو رجل سياسي من الطراز الأول، بتمنى إنه الكل يسمعني ويسمع مزبوط شو عم بحكي، هو رجل سياسي من الطراز الأول، لو ما هيك ما عم بيحكوا عنا بالجرايد، ما عم بيحكوا عن بلدية الديكوينة، ما عم بيحكوا عن أنطوان شختورة، ما عم بيحكوا عن زياد حواط، ما عم بيحكوا عن اليس بو صعب، ما عم بيحكوا عن عدة رؤساء بلديات بينعدوا على الأصابع بكل تواضع، هسيدي الحقيقة في واقع حال. رئيس، طب هي عادة الثورات تجي على أنظمة وقوانين موجودة، عم لاحظ من حديثك إنه في ثورة بتطبيق القانون. لا ما في ثورة، إذا بتاخدها بتاخدها عم نطبق القانون. طبعا إيه بس اللي غيري ما عم يطبقوا. الناس بتسأل رئيس، هالأعمال اللي عم بتقوم فيها البلديات عامة وبلديتك خاصة، بس كل البلديات، الماء هو مبدئيا بكل البلدات والمدن اللبنانية عم بيكون ظاهر بشكل كتير قوي. هالسؤال انه مثل في فرق بين شو كانوا يشوفوا قبل شو صاروا عم يشوفوا هلا، هل في تبدل بالقوانين او هل انتم فعلا عم بتطبقوا القوانين يلي ما كانت، او الصلاحيات حتى يلي ما كانت عم تتطبق قبل، او انه في مبادرات اجتهادية يعني بتجتهدوا بالقانون لحتى تعملوا مبادرات اوسع من ما بيحددها القانون؟ كمان القانون مطاط، ما بدك تكون سيف نزل عليه للمواطن، لا بدك تكون كمان ايجابي. كيف عم تنسق بين؟ لا فيك يعني ليك عشرتنا مع الوالد وبيت سياسي بتصير خليك مرن قاسي الى حد ما ومرن جدا، يعني انت بدك تكون خاصة دورك كمحامي بيساعدك بالحياة البلدية الحياة الاجتماعية، يعني حضرتك كمان محامي وبتعرف انه المحامي بيمرق عليه كافة انواع القضايا. كنت محامي رئيس، كنت محامي كندا. اوكي هيدا شرف بعتز. هلا ان شاء الله بترجع على المهنة وترجع على لبنان، نحن نريد اشخاص مثل حضرتك، خاصة كتير يعني هذا الموضوع الهجرة اللي عم تروح لبرا هذه عم تفقر البلد من الأدمغة اللي نحن بحاجة لها. مهنة المحاماة أعطتنا الكتير، إن كان على صعيد يعني أنا رئيس السلطة التنفيذية، يعني رئيس الشرطة، يعني بتعامل معهم كضابط، يعني بعرف كون قائد، هذا كله تنمى لما اول شيء هي بشخصيتك هيك، بعدين انت مهنه المحاماه اعطتنا كثير، بتتعامل مع الضابط، بتتعامل مع الموظف، بتتعامل مع شخصيات، بتتعامل مع مسجونين، بتتعامل مع تجار مخدرات، بتتعامل، تعلمنا كثير منهم اكيد، وخاصه وقت الواحد يشتغل اكثر شيء احوال شخصيه وجزا يتعلم. طبيعي في شيء انساني كثير مهم، بس كمان انه هون مثل ما قلت لك القانون مطاط، لازم تكون مطاط بس في نفس الوقت لازم تكون قاسي كتير بنفس الوقت وصاحب قرارات، إذا ما كنت عندك قرار عاد ببيتك أحلى. الاغتراب اللبناني يعني ما بخبي عليك سر إذا بقول لك الأخبار اللي بتوصل لبرا هي على طول أخبار منا كتير دايما مشجعة تجاه لبنان، وخصوصا إنه الأخبار اللي بتتناقل هي أخبار سياسية، عم نحكي بالمطلق يعني 95% من الأخبار اللي بتوصل. اليوم بس يلا دوتو داي قررت انه تحكي مع البلديات وتجي تشوف الانماء اللي عم يعملوه البلديات، هو لنعكس صورة واقع انمائي وواقع تطور للبنان من باب البلديات. يعني في عنا كأنه صار لبنان السياسي ولبنان البلديات والانماء تبع السلطات المحلية. هالسلطات المحلية عم تعكس الإيجابية يلي ممكن تحمس المغترب، وخصوصا يلي بيشوف انه مثلا بلدية ضيعته او رئيس بلدية ضيعته عم يعمل هالإنماء. برأيك
كل هالشي اللي عم بيصير ممكن يرجع يعيد الثقة لقلب المغترب، ويرجع المغترب عنده اهتمام أساسي ببلده بغض النظر عن السياسة؟ سؤال كتير حلو. أنا مقتنع أكيد أنه العمل البلدي هو نواة، أما بكورية عودة لبنانيين إلى بلدهم أكيد، لأن اللي عم بصير واللي أعطيناه، وأنا من أحد الأشخاص اللي أعطى أمثلة من هالنوع مع عدة زملاء من رؤساء بلديات، أعطوا الأمل للبنانيين الموجودين بلبنان وبالاغتراب، لأن لقوا أنه كل شيء بينعمل. إذا عندك الإرادة، إذا عندك الرؤية أنك تعمل، فيك تعمل، إن كان كمواطن، إن كان كمسؤول، إن كان كرئيس بلدية، إن كان كنايب، إن كان كوزير، إن كان كرئيس مجلس نواب، كرئيس حكومة، إن كان كرئيس جمهورية. للأسف هلا نحن بفراغ رئاسي. إذا كل واحد بيشتغل شغله مزبوط، برجع بقول لك من كمواطن، محامي، مهندس، سنجري، اللي بدك إياه، ورئيس بلدية، كل واحد لبنان بيزبط. في فساد، في فساد بلبنان، فساد موجود بلبنان وفي موجود بكل بلدان العالم، بس في هي نسبية العملية. أنا مؤمن بهالبلد، لو ماني مؤمن بهالبلد كمان كنت فليت على كندا، أما غير كندا أخذت عائلتي وفليت، ولحد هلا للتاريخ اليوم أنا قادر أحصل على باسبور أجنبي. ما حصلت على باسبور أجنبي لأن أنا مؤمن بلبنان، طول عمره لبنان. حكمنا أول شيء من أيام الأتراك 460 سنة، صار في انتداب فرنسي، ما في جيوش إلا بالعالم إلا ما أجت على لبنان، وضل لبنان عمره حضارته 6000 سنة موجود وقائم. يعني الخوف هلأ من انتهاء الكيان اللبناني والمسيحيين بلبنان بالتحديد التغزونة عم بحكي، هيدا لا محل. نحن آخر معقل المسيحيين بالشرق الأوسط، وآخر رئيس جمهورية مسيحي بالشرق الأوسط. أنا مؤمن بأنه رئيس جمهورية راح يصير فيه بلبنان، مؤمن ببقاء بما ملح الشرق الأوسط المسيحيين بلبنان، ولو أنه عم تتقسم المناطق العربية بالشرق الأوسط، بس إنما لبنان أكيد باقي، والثقة راح ترجع بلبنان. أنا بعرف كمان من السوق، من السوق التجاري، وقت يكون السوق التجاري البناء ماشي يعني هو بصحة. هلأ مع أنه متدني جداً نسبة كبيرة، أكثر أيام مرق فيه بخضات اقتصادية بالوقت الحاضر هلا، رغم بعده هيك في سوق بدي كواني. عشان هيك بقول لك أنا العمل البلدي حفز الناس إنه يشوفوا هالكرسي حلو كتير، يشوفوا الشأن الاجتماعي كتير، إنه لا في بصيص أمل، لا عم يضحك، لا مبسوط، لا عم بيقدر يشجر، عم بيقدر يعمل شيء. وقت يكون في إرادة وفي تفكير صحيح وفي اشخاص حدك عم بدلوك على الطريق الصحيح، اكيد بتوصل. بس في طبقه مع الاسف، طبقه سياسيه فاسده بدنا ننتهي منها، وفي طبقه سياسيه ممتازه بدنا اياها. انا مع اللي بيوصل البلد لبر الامان. هلا بتقلي كيف، شو المعيار؟ خلطوا هالافكار البنائه تبع 8 و14 بيمشي البلد. شيل النيجاتيف من 2، مش كله كب كل واحد شو بده من سلبيات يمشي الحال. وانا برايي الغوص بالقرار العربي، اما القرار الغربي هون مشكلتنا الكبيره، رغم انه طول عمره لبنان غايص، قرارنا ما انه من جوا، قرارنا من برا، بس لازم هالمره على القليله لمره واحده بالتاريخ انه يكون قرارنا بسده رئاسه الجمهوريه، برئيس الجمهوريه يكون قرارنا داخلي ما انه قرارنا خارجي، رغم انه رح يكون قرار خارجي للاسف. خلينا نستطرد اكثر بالسلطه المحليه اللي هي يعني ما كانت بينت شو فعاليتها وشو اهميتها لو ما اجى شخص او اشخاص مثل انطوان شخطوره مسكوا كتاب القانون وطبقوا القانون، يعني ما اكتشفوا شيء جديد اكثر ما انه هل طبقة من السياسيين اللي وصفتها مش تطبيق القانون كمان. نعم. أخذوا صلاحياتهم من مين سردوها رئيس؟ من الكتاب، من النص، يعني طبقوا القانون أكيد طبيعي، بس لأن الرؤساء البلديات معوضين على احترام القانون على قالوا أمور هيك، معوضين أنه العرف
بخبر المدعي العام. لا، ببعض الامور بالجرم المشهود لا، ما بخبر المدعي العام. هلا 100 قاضي بيقول لك معه حق، و100 قاضي بيقول لك لا. انا اتحدى بالموضوع اجتهد بالقانون اكيد، وانا تعرضت، انا تعرضت لعده امور، واتصلت انا سوري ما اتصلت بحدا، اخذت انا قرار اداري كرئيس بلديه وختمت الشمع الاحمر، قامت الدنيا وقعدت على الموضوع، وكان انا معي حق. ولو انا غلطان كان كسروا لي قراري، ما كسر قراري. يعني معناتها انه القرار القانون اللي اخذته، ولو كان متسرع كان في بعض الاخطاء اللي اعتذرت عنها ومش انا عملتها، الضابطه العدليه المسؤوله وكل واحد اخذ جزائه بالموضوع، بس كانت النتيجه ايجابيه بهالموضوع، ما كان كسروا لي قراري الحمد لله. يعني رئيس السلطه المحليه هي تجربة وانت ذكرت اللامركزية، وبيحكوا كتير عنها ان كان بتحديد مظبوط بوصف مظبوط للامركزية الادارية او للاستهلاك السياسي، بس طبعا المجتمعات والسياسات والانظمة بحالة تطور دائم، لانه لما يكون النظام جامد يعني عم بيحكم على حجر، لما يكون عم بيحكم على بشر بده يتطور بتطور البشر، لبل هو بيجي ورا تطور البشر حاجة ليومياتهم لوين توصلوا هالبشر. نحن اليوم بلبنان طبعا الكل بيحكوا عن تطوير النظام، عن إعادة النظر بالنظام إلى آخره. الدستور أما بالطائف أما بالنظام؟ ما هو النظام بالدستور يعني بالطائف. الإدارة المحلية اللي نعطي مثلا، نحن موجودين اليوم ببلدية الدكوانة وأنت ذكرت غير بلديات، وتطبيقها للقانون برهنت انها قادره تكون عندها سلطه لا مركزيه فعلي غير متطاوله اذا بدك حقوق الناس، وغير ماشيه هامشيا على القانون بقرار يكون ديكتاتوري مثلا لا سمح الله. لا، كان المثل انه هالاداره ناجحه لانه طبقت قانون، ولانه بعدها بنضمن الوطن ومحترم الوطن ومن نسيج هالكيان، بس مسائبة كسلول كبلدة عم بيطبق القانون فيها بنجاح. هيدا مثل برأيك بيرتكز عليه المشترع اللبناني والشعب اللبناني ليوما ما يوصلوا لتطوير نظامنا تيسير لا مركزية إدارية غير سياسية، تما تنفهم غلط العملية، بس ينعطى للسلطات المحلية على مستوى أقضية أو على مستوى محافظات هذه بالنظر نعم. فيها نعم. هيك سلطات، وبتريح الدولة المركزية وبتخدم المواطن بمكان إقامته ومكان عمله. رح أعطيك مثل أستاذ ألفريد، أنه بفترة من الفترات موضوع اللاجئين السوريين، أنا كنت رأس حربي موضوع اللاجئين السوريين، صارت الدولة اللبنانية بكافة كياناتها والأجهزة الأمنية من الجيش اللبناني إلى غير الجيش اللبناني صاروا حاطين البلدية بالواجهة، وأنا كنت مثل المتصدر من المتصدرين والمتقدمين على الموضوع، كنا نعمل مداهمات أما تفتيش رح نسميها للسوريين طوال 3 سنين. وقت أجي غبطة البطرك بشارع الرائع الديكواني من 3 سنين كنت أول المتحدثين بصفتي المتواضعة كرئيس بلدية، اول رجل مسؤول بلبنان حكي عن خطورة الموضوع، لان احنا بنعرف شو تل الزعتر، مش لانه شيء جديد، لان احنا بنعرف مرأة سابقة علينا. من الطبيعي الحل اللامركزية الادارية الموسعة، لان موجودة هلأ عم تنعمل وعم بيعطوك صلاحياتك، بس وقتها تقوى شوية ترجع الدولة تتكمش بصلاحياتها، لا ارجع لمطرحك يا رئيس البلدية. ليه؟ يعني هالموضوع وقت تاخد انت اللامركزية صار رئيس البلدية عنده نفوذ، يمكن قد الوزير اما على قد النائب، وهذا الشيء لا يخدم مصلحة الوزير والنائب والرجل السياسي بلبنان. يعني بصير كل رئيس بلدية فعلا ما بيقولوا رئيس بلدية رئيس جمهورية على ضيعته، فعلا بتصير هي هيك. اذا بتطلع بالبلدان الغربية بتلاقي اللامركزية شو قدروا عم بيعملوا. من الضروري بقاش في حل بلبنان الا باللامركزية. هلا هن عم يستعملوه كرمال عبارات سياسية، كرمال تجنيد سياسي، كرمال تعبئة سياسية، كرمال انا بعرف شو عم بيعملوا،
حضرتك بتعرف شو عم بيعملوا، بس بقاش في حل بلبنان الا هيك. بالوقت الحاضر عم بيحطونا ببوز المدفع بكل شيء، بس وقت تحز المحظوظيه ويقوى شوي ترجع الشغله بقول لك رجع لورا. لا بساعة اللي بدكم، مع احترامي لاصحاب المعالي والدوله انه بحطونا بالواجهه، من ساعة اللي بدهم برجعونا. نحن بنعرف شو صلاحياتنا، هن بنعرف شو صلاحياتهم. بل الأحل أكثر من هيك، إنه البلدية مجموعة وزارات، مجموعة مؤسسة اسمها بلدية. وزارة الصحة عندك دائرة صحية، وزارة المالية عندك صندوقك أنت الخاص، عندك ذمة مالية مستقلة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، كل شيء موجود عندك أنت. عدة وزارات مجموعة بشيء اسمه بلدية. مش هيك نحن نقدر نشيل الوطن، نوقف حد الوطن. عنا أفكار، عنا قدرات كبيرة وأفكار واسعة، بنقدر نحن نخدم مصلحة الوطن. بس هن يطبقوا المركزية المنصوص عنا بالطائف. من المعيب من 23 24 سنة للتاريخ اليوم، من المعيب انه بعد ما نطبقوها، وهيدا خوف من بعض رؤساء البلديات اللي بشكلوا خطر على كراسيهم. رئيس، بحب انهي اللقاء الشيق والرائع والمفيد معك، بنطلب منك شو بتحب تتوجه اول شيء لاولاد الديكواني المغتربين بكندا، وشو بتحب تتوجه للبناني المغترب بكندا بكلمه طيب له قلبه فيها وتكون نابعة من القلب. اول شيء انا مثل ما لاحظت على طول كلمتي نابعة من القلب، ولا مرة حكيت ما وراء الستار اما تخبيت بخيال اصبعي. اول شيء بحب اقول لاولاد ضيعتي، بسميها ضيعة انا، يعني عم بحكي عن 105,000 شخص المقيمين بالديكواني مش الناخبين، انه رئيس البلدية اللي اسمه أنطون شختورة موجود 24 وفاتح خطه 24 ومعه جهاز 24 ساعة، هو حاضر ناظر لخدمة المواطن. أول شيء بشخصه، بعدين إنمائيا. نحن باقيين بهالبلد، ما راح نترك هالبلد، نحن حدهم إنه حدنا. بقدر ما هن بيساعدونا، بقدر ما كمان نحن بنساعدهم. إنما بدي أقول كمان للبنانية المهاجرين بكندا وغير كندا، إنه ليه الخوف من الرجوع للبنان؟ يعني حضرتك جيت لهون شفت كان في مهرجان، كنت قاعد حدي استاذ، شفتك مبسوط عم تضحك من كل قلبك. هذا الشغلة مانا موجودة لا بكندا ولا بأمريكا ولا بفرنسا ولا بالبرازيل ولا بآسيا ولا بأي بلدين ولا بأستراليا، أي بلدين من البلدان العالم. احترامي عنا أصدقاء بأستراليا. مجتمعنا رائع جدا ومنحب بغض بعض، بس ما نحكي سياسي، ما نفوت متاهات السياسة ونلحق الزعيم على الفاضي، أما على العمياني لا. بدك تشوف شو أخطائه وشو إيجابياته، والحقه بإيجابياته مش بأخطائه. جل من لا يخطئ، إذا واحد ما اشتغل ما بيغلط، وتغلط قوله غلط، مش إنه وقت كان قراره هيك تمشوا معه هيك، وقت يكون قراره هيك تجا بتمشوا معه هيك، ولو على الغلط ولو بنكية انه هيدا التيار وطني حر، اما هيدا قوات لبنانيه اللي انا ضربني كفن 20 سنه 30 سنه. لا، من المعيب بقى نحكي بهالموضوع. صرنا بال 2015 لبنان، برجع بكرر باقي لبنان، انتو يا اصحاب الوطن، انتو اللي عم تشتغلوا عم تكدحوا ببلاد برا، هلا انتو عم تفيدوا وطنكم، انتو عم تجيبوا مصاري لبلدكم. يعني بالنهايه المرجع الاول والاخير هو وطنكم الام. انا بتاسف انه تسمع انه عائله تجوزوا برا ما سجلوا اولادهم بالنفوس. طب هيدي شغله معيبه، يعني انت عم تتنكر لجذورك، ام بقاش بدك جذورك اللبنانيه، رجع لجذورك. كان في انه عليام ليس الهراوي، موضوع المغتربين وموضوع خاصه بالبرازيل عندك كذا كذا مليون. من المعيب انه مثل هيك اشخاص، يعني مره سلمى حايك تأخذني، سلمى حايك اللي مش خلقانه بلبنان، بيا طول عم سجل نفوس ومسجل بعدها، هي بقى بتنتخب سلمى حايك بعدات. طب ما هون انت بتكبر، تكبر فيها لهالشخص، لهالممثله صارت بهوليوود. انا بقول لهم
اول شيء اذا ما بدك ترجع هلا عم تامن مستقبلك، على اي سجل اولادك؟ بالنهايه ما لك الا وطنك، ما لك الا تحكي من وطنك، واذا كنت برا كون سفير لوطنك واحكي عن بلدك بالايجابيات، ما تحكي عنه بالسلبيات. بس انا لاحظت شغله انه انا كل ما سافر الحمد لله انه انا معروف برا. ليه؟ سالت ليه؟ لان بيقولوا لي كلهم بيقعدوا بيحضروا اخبار بهمهم وضع لبنان، بقى بيشوفونا اكثر من عم اللبنانيين، لان اللبنانيين بيكونوا كل نهار بشغلهم. هذا معناتها انه ما عندهم متشبثين بهالارض، متشبثين بهالاشخاص اللي ممكن عندهم ايمان فيهم. يعني انا بيجيني اتصالات من برا كثير انه الله يوفقك، الله يطول بعمرك، والله يعطيك واشتغل وهذا مبسوط. طب هذا الكلام مش لازم ينقال بس لإلي، لازم ينقال ل 100 و200 و300 و500 شخص بلبنان. عندنا اشخاص كوفئين ولكم كمان بمركز مسؤوليه او غير مركز مسؤوليه، ما عم بينحط اسامي بفكره بنت في بروجرام على التلفزيون معين، مشاهير من العالم من لبنانيين شو عاملين برا. طب تعالوا لهون تعملوا اكثر لبلدكم. انتم بتعرفوا تخلصوا لبنان من الدين العام اللي عم بينحكى فيه حوالي صار 100 مليار. 100 مليار مش مسحه. نحن بنعرف كيف بيروح بيروحوا لنا اياهم بالتوطين وغير التوطين، ما بدي فوت هلا بمجالات السياسه. انا بقول لهم كل واحد يرجع لبلده يظبط حاله، اكيد بس يرجع لبلده بالنهايه ما قال له الا بلده. وتحزني كمان بنفسي اكثر انه الاولاد وقت ما يحكوا عربي بيجوا بيحكوا يا فرنساوي يا انجليزي، ما بيفهموا ابدا عربي ولا بيحكوا ابدا عربي. لا، هيدي لغتهم الام، هيدا بلدهم الام، هيدا مرجعهم الاساسي، هيدي جذورهم، لازم هون يندفنوا ويموتوا بارضهم. لان الشهداء اللي عم بتموت من الجيش اللبناني وغير الجيش اللبناني واللي كان قضيه بالحرب الاهليه، اوكي، اللي هي انا بعتبرها خطا بخطا، منه حدا افضل من حدا. نكب دم كثير بلبنان مش تا نفل نترك بلدنا. يقول لهم كلمه اخيره، نحن باقيين بلبنان لاخر لحظه واخر رمق من حياتنا.